بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وترضيني بما قسمت لي من بقايا القلوب المحترقة والأرواح المتألمة من صور الفاجعة الكبرى وحوادثها. نروي لكم ملحمة الخلود بأصوات وطنت نفسها لتكون رواية القصة العظيمة، ولتترجم ما لا يمكن مشاهدته بقصائد مستها يد اللطف السماوي، ولتعرض على مسرح البرنامج الأضخم والنسخة الأروع وجيهاً بالحسين في نسخته الاحترافية الرابعة. نعم أيها الأحبة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. نحن نصل وإياكم إلى الحلقات الأخيرة من المرحلة الأخيرة. الاختبارات شارفت على النهاية، ولم يتبقى منها غير هذه الحلقة وبعدها اثنتين لنعرف الدرجات التي ستحدد من سيفوز باللقب المكرم وجيهم بالحسين، على أمل أن يشملنا الله برعايته وأن يوفقنا لننال جميعا القرب والوجاهة بمحمد وآل محمد. ونحن على مشارف ختام هذا الشهر الكريم، فلربما تكون هذه الليلة الأخيرة أو التي بعدها إذا شاء الله. وبكل الأحوال فحلقاتنا مستمرة حتى 30 إن شاء الله تعالى. 28 انحناءة احترام، وبقدرها الحب والتقدير على قدر حلقاتها من البداية إلى الآن للجان المسابقة، الخبراء والتحكيم والمدربين، وللمشاهدين الذين ما زالوا يرافقوننا من الحلقات الأولى إلى هذه الحلقة. حياكم الله معنا في حلقة أخرى ضمن الحلقات النهائية. وجيهاً بالحسين، وجيهاً بالحسين، بالحسين.